كنت يعني قبل كده كتير كنت عايزة أروح، وبعت تلغرافات للأصحاب وللمسؤولين إن على حفلات يعني، وما أعرفش ليه ما حصلش نصيب إن الحفلات دي اتأجلت. لا ان شاء الله هيحصل نصيب، إن شاء هتغني الله. لنا اغاني غير اللي غنيتيها في الحفله اللي اذيعت من دمشق في القاهره، آه إن شاء الله هحضر حاجات مخصوصة بإذن الله. جديده يعني إن شاء خالص، الله. ما عملتيش فيها حاجه لسه؟ يعني شوية أستاذ عبد الوهاب بيعمل لي لحن بيعمل دلوقتي. لك لحن؟ هو عمل لك الضيعه مش كده؟ عجبتك لا سمعتيها؟ حلوه جدا. دي كانت أنجح غنوة السنة دي. غنوه الضيعه، عملتي كام غنوه السنه دي؟ طيب عملت كتير بس الضيعة كانت أحسنهم طبعا، مش عايزة كلام يعني أستاذ عبد الوهاب. وفي غنوة جديدة اسمها على البساطة. البساطة؟ بساطة ولا بطاطا؟ لا أنا سمعتها البساطة. اتهيألي. فيها بطاطا كمان. وبيقولوا سمعت هنا كمان إن البطاطا غليت بعد ما غنيتي لا يا الغنوة دي. شيخ. لا معرفش دي حقيقي. غنوة فيلم بمثله مع أستاذ فريد شوقي، فاسمه أهلا بالحب الفيلم، والغنوة يعني مغنياها لها مناسبة، يعني أنا بنت غنية في الفيلم وبعدين بشوفهم هم عايشين كده ببساطة فبغني الغنوة دي. بفضل إن أنا أعيش يعني على البساطة، يعني ببساطة يعني عارفة مش الواحد يكون غني قوي، يعني الحاجات الطبيعية، ففضلت ان انا اعيش كده طبيعية وما اكونش غنية. طب ما البطاطا اكلتيها هنا في الغنوة دي ليه؟ اسمعها لك بقى. سمعيها لي، انا اصلي سمعناها في الحفلة الاخرانية بس يمكن في كلام كتير مش مفهوم فيه. عالبساطة البساطة ويا عيني عالبساطة، وعالبساطة البساطة ويا عيني عالبساطة، وقديش مستحلي أعيش جنبك يا أبو الدراويش، تغديني جبني وزيتوني وتعشيني بطاطا. دي اخر حاجة عملتيها ايه طيب في الاغاني؟ ادي اخر حاجة دي دي. اخر واحدة. طيب اخبار السينما ايه؟ اخبارك في السينما؟ في الحقيقة احنا بنسألك عن اخبارك عشان عايزين نعرف اكتر حاجة منك. عندي فيلم بين مصر ولبنان ان شاء الله في الصيف. مهرجان بعدك بعلبك. هتغني فيه؟ ان شاء انتي الله. غنيتي السنة اللي فاتت؟ لا السنة اللي فاتت كانت فيروز، واللي قبلها انا 3 سنين ورا بعض، والسنة دي انا. هتغني اغاني جديدة؟ مفروض كل سنة في اغاني جديدة. طبعا طبعا المهرجان كله جديد، كل سنة قصة جديدة وكل حاجة جديدة. اتحضرت؟ بتتحضر، مش جاهز يعني 100%، لكن بيتحضر. تعرفي القصة يعني تقوليها لنا ولا لسه ما تعرفيش؟ لسه لا اعرفها بس يعني ما اقدرش طبعا اقولها، يعني ما يصحش انها مش تتقال مش قبلها. كده، لا عشان عارفة الواحد مش لازم يقول على شغل قبل ما يطلع. تبقى طب انت عملتي كام لحن السنة دي؟ عملت يمكن حوالي 6 ألحان. مين اللحن ومين؟ في فيليمون وهبي عمل لي كذا لحن، والياس الرحباني يعني حاجات كده. وغنوة عبد الوهاب كانت من ضمنهم. طب تقدري تقولي لي ايه الفرق بين كل ملحن وملحن بالنسبة لك؟ يعني كل واحد بيدي ايه بالنسبة شوفي لصوته؟ كل ملحن اداني اغاني ناجحه ما في شك، بس في مثلا فنان بيرتاح نفسيا لملحن معين، يعني انا في مصر كنت مثلا ارتاح نفسيا للموجي كلهم طبعا، استاذ فريد الاطرش اداني انجح الحان، واستاذ عبد الوهاب وبليغ حمدي كلهم، لكن نفسيا كنت ارتاح للموجي، يعني حاجه غريبه. في لبنان مثلا كلهم كمان ادوني الحان ناجحه، برتاح نفسيا لفيلمون وهبي. هي مساله بتتوقف فعلا على الراحه بين الملحن مظبوط ده والمغني. صحيح. مين المؤلفين بتوع الكلمات اللي بتغنيها؟ في لبنان في توفيق العطار كويس قوي، وفي ميشيل طعمي. ومين اللي ألف الضيعة؟ الضيعة اللي ألفها توفيق بركات. كلامها بيقول ايه يعني؟ هو يمكن هي بنت كانت في المدينة وراحت الضيعة يعني العزبة، هي نزلت من العزبة على المدينة تبيع التوت، عارفة التوت اللي أيوة. بيبيعوه على يعني كبوش التوت على ايد التوت، فحبت في المدينة واحد، الواحد ده طلع كذاب مش كويس، فندمت وقالت يعني يا شماتة شباب الضيعة، يعني شباب الضيعة حيشمتوا وعلى الضيعة يعني نرجع بقى على العزبة أحسن من المدينة. طب ما تسمعينا بقى جزء منها. عالضيعة يما عالضيعة وديني وبلا البيعة، عالضيعة يما عالضيعة وديني وبلا البيعة، جينا نبيع كبوش التوت ضيعنا
ضيعنا القلب ببيروت، جينا نبيعك بوش التوت. ضيعنا القلب ببيروت، يا شماتة شباب الضيع عالضيع، يا اما الضيع يا اما. يا سلام. انا عايزه اقول ان بالنسبه لك يا مدام صباحه ما بتقفي على المسرح بيبقى في تجاوب كبير جدا بينك وبين الجمهور. عشان تفتكري عشان ايه؟ يعني عشان مثلا بتمثلي الكلام اللي بتقوليه ولا عشان ايه؟ شوفي جايز دي، وعشان كمان انا ما بقولش حاجات تغم، يعني تغم يعني مش حزينه، دايما اضحك اقول حاجات كده فرحه فيها مرح فيها، يعني الناس عندها هموم كفايه، فلما اطلع انا اقول لهم حاجات كده مفرحه فبينبسطوا، وبقول حاجات شعبية قريبة منهم من قلوبهم، حاجات زي كده. هو كمان برضو يمكن انفعالك بالغنوة نفسها وانتي بتأديها ده مهم قوي، عشان احيانا بنسمع مطربات بيبقى صوتهم كويس جدا بس على المسرح ما بيبقاش فيه تجاوب. ما هو بيقفوا كده يعني بيغنوا حاجات غم وحزن وما اعرفش ايه فحاجة. طب انتي بتقفي ازاي؟ انا مثلا اقول ايه، وجيب المجوز يا عبود، ورقص ام عيون السود، وخلي الشق ورا الصبوحه تغني ويهب البارود. جيب المجوز يا عبود، طبعا لازم ينبسطوا. طب بتقولي ايه الكلام بتاع الغنوه دي؟ انا مش مفهمتش الكلام. جيب المجوز، عارفه القرب اللي اللي بتعمل زي المجوز كده، اللي بتعمل صوتين. أيوة النايل. أيوة. بيعمل صوتين. فده اسمه مجوز عندنا. تقولي موال؟ طيب حاول موال. ما أقول يا لبنان ما يطل القمر، ما أقول ما نشوف الشمس بنهارنا، ما أقول يفنى الكاس ويدوب الوتر، ما أقول تتبل بالجبل أزهارنا، بس مش معقول ننساك يا مصر من أفكارنا. يا بابا ده انت بلحنات دلوقتي فورا. طب انا عايزة اسيب الاغاني واكلمك عن السينما. عملتي كم فيلم في لبنان؟ ايوه عملت حوالي 6 أفلام. في منهم فيلم مثلته مع أستاذ دوريد لحام ونهاد قلعي، قعد 3 أشهر في سينما واحدة كومبلي، اسمه إيه؟ عقد اللولو. ده فيلم ايه، فكاهي؟ هو كده دوريد لحام؟ لا، فولكلوري فكاهي. غنيتي فيه طبعا؟ غنيت طبعا. انتي يعني اكتر دور حبيتيه في الافلام اللي مثلتيها السنة اللي فاتت؟ في عندي فيلم اسمه موال حيتعرض في مصر قريب، دوري فيه كويس قوي، حبيته قوي، والفيلم ده ناجح قوي، قعد 13 اسبوع برضو ورا بعض في السينما. ده دورك فيه ايه؟ بنت عفريتة كده في الجبل في الاول. أي. وبعدين ببقى فنانة مشهورة حاجة زي كده. طيب قوليلي انت بتحبي الاغاني بالنسبة للمسرح والاغاني اللي في السينما؟ شوفي على المسرح في تجاوب بيني وبين الجمهور بيبقى احسن، في السينما صنعة، يعني مثلا أسجل حتة ما تعجبنيش أعيدها، في المونتاج مثلا أشيل دي أحط دي، يعني حاجة تانية. عايزة أعرف هتعملي كم فيلم إن شاء الله لما ترجعي، غير الفيلم المشترك اللي بتقولي عليه بس؟ إن شاء الله هو ده بس اللي هتعمليه. هو ده دلوقتي. والألحان؟ الألحان عبد الوهاب؟ في ألحان كتير بتتعمل، في عندي مهرجان بعلبك يعني يطلع لي في 6 ألحان جداد على الأقل. أنا بقول هتعمليهم في القاهرة يعني؟ في القاهرة. ده بقى ما تسأليش لما أروح القاهرة يا حياتي. يا أخواتي. وحشتنا الغنوة دي برضو. مش كده؟ طب مدام صباح، يعني إحنا في انتظارك في القاهرة، وأهلا بيكي وأهلا كل الاغاني اللي هتقدميها لنا هناك وبكل الافلام اللي هتمثليها. ميرسي، اهلا بيكي. شكرا.